إذا أردت أن تعرف الفاعل فابحث عن المستفيد. مقولة قد تفيد في فك الكثير من الألغاز، لكن تحديد المستفيد من قضية تسريب عشرات الوثائق والخرائط والصور السرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية يبدو صعباً. سيناريوهات عدة محتملة بشأن مصدرها، لعل أبرزها هو أن مسؤولاً أو عدة مسؤولين أمريكيين يقفون خلف ما جرى. دوافع الفاعل هنا احتمالان حسب مصادر أمريكية، إما ساخط على الوضع أو موالي لروسيا ويريد إلحاق الضرر بالأمن القومي الأمريكي. وإن كان هذا السيناريو حقيقياً فمن المحتمل أن تكشفه تحقيقات وزارة العدل الأمريكية. في هذا السيناريو لا تبدو الولايات المتحدة مستفيدة من قضية تسريب وثائقها السرية، بل بالعكس أكبر متضرر منها، وهي تعمل الآن على تقييم مخاطر ذلك على أمنها القومي، خاصة عندما تتحدث عن تجسس مخابراتها على المسؤولين الأوكرانيين والكوريين الجنوبيين أو على نظيرتها الإسرائيلية، وهو أمر قد يؤدي إلى تقويض ثقة حلفائها. ما ينطبق على الولايات المتحدة يمكن إسقاطه أيضاً على روسيا. أطراف أمريكية تتهم روسيا بالمسؤولية عن التسريب، خاصة مع الشكوك في وجود تغيير في بعض الوثائق لصالح موسكو. لكن هذا الاحتمال يواجه أسئلة تتعلق بأسباب قبول روسيا نشر معلومات حساسة عنها وعن جهازها العسكري، عاد عن الاتهامات الموجهة لمصادر في الولايات المتحدة وروسيا ترى كوريا الجنوبية أن طرفاً ثالثاً يقف خلف عملية التسريب، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك. الأكيد أن الوثائق المسربة حقيقية باعتراف المسؤولين الأمريكيين رغم تأكيدهم وجود تلاعب في بعضها، وهي تتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية المتداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية حسب المصادر الأمريكية.